الأخبار. سلامة ومرحبا بكم أعزائي المتابعين. اللبناني الديري بعد حضورها أمس في فكرة سامي الفهرية تعلن انفصالها على مجدي بن غيث خطيبها السابق، وقالت صار الانفصال مع مجدي بن غيث وعندنا 8 شهور ما عادش مع بعضنا وكل شيء بالمكتوب. هو كان ضد خروج علاقتنا للإعلام، ولكن ساعة كي تبدا فارح بحاجة ماذا بيك تشارك العبادة معاك فيها، وأعلنت وقتها وهذاك علاش لازمني نعلن اللي صار الانفصال. علاقتنا ما فشلتش وكانت علاقة صادقة أو ناجحة وفيها برشا محبة، أما فما حاجات ما نتفهموش فيهم. الحاجة اللي نحترم فيها مجدي على الأخر وخلتني ما زلت نحكي معه إلى يومنا هذا إنه ما صارش بيناتنا لا خيانة ولا تعطي حق در، وكان صادق معايا وحكاية الخيانة مستحيلة. احنا عنا خدمة ونحضروا فيها مع بعضنا وما صارتش حاجة تخلينا نقطعوا عشرتنا 3 سنين محلها. ننساش تعمل لنا إب لايك والاشتراك في القناة باش يوصلك كل جديد.